وعلى هامش مشاركة معالي وزير الخارجية باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مع أخيه معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وجاء هذا الاجتماع ضمن التشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين في كافه المناسبات والمحافل، حيث تم في الاجتماع التشاور حول القضايا المدرجه على جدول اعمال الدوره الرابعه عشر لمؤتمر القمه الاسلامي، وتبادل وجهات النظر ازاء القضايا العربيه والاقليميه والدوليه، والتاكيد على مواصله التنسيق المشترك تجاه كافه القضايا استمرارا لنهج البلدين الثابت وضمن مساعيهما الراميه لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقه والعالم